السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الدرس السابق على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قريش وصفته بالصادق الأمين لحسن أخلاقه في التجارة، وأن السيدة خديجة رغبت في الزواج منه بعد رؤيتها لأخلاقه وأمانته. نستكمل اليوم معرفة المزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على عبادة الله عز وجل بعيدا عن عبادة الأصنام التي كانت تعبدها قريش وتنشرها حول الكعبة. فكان النبي يخلو بنفسه في شهر رمضان من كل سنة في غار حراء بجبل النور في مكة المكرمة من أجل العبادة والتفكر في مشاهد الكون العظيم. الله سبحانه وتعالى اختار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيه لقريش والناس أجمعين، وأرسل الله عز وجل جبريل، وجبريل هو الملك المكلف باتباع الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عمر نبينا 40 سنة. وهنا نسأل، ما أول آية نزلت في القرآن الكريم؟ أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان ذلك أولى معجزات النبوة، فكان النبي لا يعلم القراءة والكتابة، فجاءه الوحي بمعجزات كثيرة لا يدري بها العلماء من قريش أو غيرها من القبائل. دعوته إلى الإسلام. بدأ نبينا محمد بدعوة الناس إلى دين الإسلام. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. دعا النبي إلى الإسلام أقرب الناس له من أهل بيته، وكان أول من آمن به هم خديجة بنت خويلد وابن عمه علي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر الصديق. الهجرة إلى الحبشة. فعندما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام، بدأت قريش في أذيته وأذى من يؤمن برسالته. أمر النبي أصحابه بالهجرة، لأن فيها ملكا لا يظلم أحدا، وكان من بينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا معجزة الإسراء والمعراج. ظل النبي يدعو المشركين إلى الإسلام، لكنهم كانوا يطلبون المعجزات من النبي على الرغم من معجزة القرآن. ودعا النبي ربه لكي يأتيه بالمعجزات ليصدقه قومه، وبالفعل جاءت إحدى المعجزات على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسراء والمعراج. جاءت بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الإسراء وما المعراج؟ الإسراء هو السير ليلا، المعراج هو الصعود لأعلى. ماذا في هذا من معجزات؟ ما المعجزة في الإسراء والمعراج؟ النبي صار في رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ثم صعد من المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماء، وهي رحلة المعراج.
كل هذا في ليلة واحدة. كيف ونحن نتحدث عن عصر النبي ولم تكن هناك وسائل نقل سريعة، ولا توجد وسائل تسهل عليه الصعود إلى السماء؟ لاحظ، من الممكن أن نسافر بالطائرة من مكة إلى بيت المقدس خلال ساعة أو ساعتين، ويمكن الصعود من خلال مركبة فضائية إلى الكواكب خارج الكرة الأرضية، ومن الممكن أن يستغرق ذلك عدة أشهر، ورغم ذلك لا يمكن الصعود إلى السماوات السبع. إذن هي هذه معجزة لقريش ولمن بعد قريش. وإلى هنا قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.